بعض الناس اللي عايز يدخل في كليات مميزه حاطين ايديهم على قلبهم، عايزين يشوفوا المجموع بتاعهم هيدخلهم الكليات اللي نفسهم فيها او لا. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه. حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا، يا ريت الكل يتابعها للاخر. بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان دايما يوصلنا كل جديد. طبعا كلنا عارفين ان الطلبه واولياء الامور عايشين في حاله من القلق والرعب بسبب انتظارهم نتيجه الثانويه العامه. وده اللي تسبب في تزايد عمليات البحث على الانترنت بشكل رهيب جدا. كل الناس بتبحث على الانترنت عن نتيجه الثانويه العامه او عن تسريبات نتيجه الثانويه العامه او اي شيء يخص نتيجه الثانويه العامه. يا رب استرها معايا يا رب. اولياء الامور عايزين يطمنوا على مستقبل اولادهم، مجموعهم هيوديهم فين، وده اللي تسبب في حاله من القلق ما بينهم. كلهم منتظرين عايزين يعرفوا مصيرهم هيكون فين. في بعض الناس متقبله الوضع ونفسها تعرف النتيجه سواء كان سلب او بالايجاب، المهم انها ترتاح من جواها. وبعض الناس اللي عايز تدخل في كليات مميزه حاطين ايديهم على قلبهم، عايزين يشوفوا المجموع بتاعهم هيدخلهم الكليات اللي نفسهم فيها او لا. يا حزني واللي يا فرحه اللي نجحنا. الوقت ده فعلا بيكون صعب وبيمر عليهم بشكل رهيب جدا. نتمنى ان شاء الله ان يكون الانتظام بتاعهم ده ما يروحش كده وخلاص، وان هم يحققوا كل اللي هم عايزينهم ويجيبوا الدرجات اللي نفسهم فيها ويخشوا الكليات ايضا اللي نفسهم ان هم يدخلوها. وان شاء الله الحلقه القادمه هنزل لكم اوائل الثانويه العامه. علشان كده ما تنساش تعمل اشتراك في القناه دلوقتي حالا وتفعل الجرس علشان ننزل لكم الحلقه وتشوفوها قبل اي حد. معانا دلوقتي تقرير مهم جدا بشان نتيجه الثانويه العامه، اتمنى ان الناس كلها تسمعه. اكدت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجه الثانويه العامه 2021 خلال ايام قليله، موضحا انه جاري تحديد نسبه النجاح العامه للنتيجه وسيتم اعلان النتيجه فور اعتمادها. اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم ان ما يتردد بشان درجات الرأفه والعتبه الامنه بنتيجه الثانويه العامه 2021 لا اساس له من الصحه ولا يوجد شيء من الاساس بهذا الاسم، وان الكلام ده من خيال المؤلف ليس الا. وتابع الدكتور طارق شوقي ان عمليه تصحيح هذا العام الكتروني ويتم في مكان مركزي ولا يوجد تصحيح في كنترولات مثل الاعوام الماضيه، ولا يستطيع احد الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا، متابعا ان العام ده لا يقارن بالعام الماضي وان حصل فيه تغيير جذري في نوعيه وشكل الاسئله وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الافكار القديمه والتكهنات المبنيه على الاعوام الماضيه، وبالتالي كل ما يقال في هذا الشان ما هو الا من وحي خيال المؤلف. وشدد وزير التربيه والتعليم لا نستخدم المنطق القديم لدرجه الرأفه ولم نضيف 10% كما يردد البعض، ولكن هناك اساليب علميه حديثه لضبط مستويات الصعوبه تتم الان، وما تزال النتيجه في نطاق الاعداد وتطبيق معايير الجوده على كل البيانات الالكترونيه لضمان عدم وجود اي خطا من اي نوع. واضاف الدكتور طارق شوقي انه بيطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ويحجب عنهم النتائج، وكذلك نستخرج المؤشرات العامه ونعد قاعده البيانات للاعلان عنها خلال الايام القادمه، ولكنها لم تكتمل حتى الان. وفي نفس السياق قال الدكتور طارق شوقي ان نتيجه الثانويه العامه لم تكتمل حتى الان، وان هناك بعض الشائعات ولا نريد ان ننزلق في فخ الشائعات السابقه واللاحقه. وبكده تكون انتهت حلقتنا. بس قبل ما ننهي معاكم دلوقتي ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان دايما يوصلنا كل جديد، وعلشان تحصل على نتيجه الثانويه العامه قبل اي حد. الرابط هنسيبه لكم في التفاصيل، ما تنسوش تدخلوا عليه دلوقتي وتعملوا متابعه علشان مجرد ما النتيجه تظهر على طول يجي لكم اشعار ان النتيجه ظهرت. الى اللقاء.